ليال زهرمان، متزوجة وعندي 4 أولاد، بشتغل هون بالتعاملية. عندنا مكنة تجفيف صار من 2018 هي واقفة، منع نقدر نجفف فيها لأنه ما عنا قدرة، ما عنا خبرة كاملة بالتنسيق التعاملية مع الجمعية البولندية. حيوانا نطبق كمان حتى عمليا، بالأخص هلا عنا تفاح كتير عنا بمنطقتنا ومنع نقدر نصرفه، بقى من خلال المكنة ومن خلال المنظمة قدرنا نستفيد منه ونبيعه وما نكبه هدر. من خلال تدريبات كمان قدرنا نوصل وننتج كمية ونقدر نسوقها من خلال المعارض. عندي ولد صغير منه بالمدرسة، يعني قدرت من خلال تدريبات حتى جيبه معي، أملوا لنا حضانة للأولاد، يعني ما عطلت أي هم. هلأ بالبداية أنا شاب سوري من مدينة حماة، لا أفقه شيء بالزراعة يعني بالمدينة، لأني فاللي تعلمته من الزراعة تعلمته كتير إشي، يعني فادتني كتير بحياتي. يعني صرت مثلا أعرف أنا أزرع، صرت أعرف الموسم الزراعة إمتى تنزرع الشتلة، العنب إمتى بينقطف، يعني صرت أزرع مثلا الشيء مثلا مثل خضار، شيء لنقدر نستفيد منه كأكل. بنهاية الموسم استلمنا طناجر ومطاربين إزاز، واستلمنا مطاربين للدبس الرمان. بعد ما خلصنا التدريبات اليوم استلمنا العدة الزراعية اللي هي عن المتار والحشاشة والمعدور والمجرفة والعدة الكاملة. نحن عنا أراضي زراعية كتير كبيرة وما كنا عنا هيدي الأدوات، هلأ أخذناها وكتير مبسوطة أنه أخذناها، ما كان عنا لا حشاشة ولا رفش ولا أدوات زراعية. هذا الورد نخرج منه ماء الورد، كنا ننزله شغيل يتشحله بسبب الجمعية، صرت أنا بشحله. وهذا الزباع إنه ما كنا نزرعه، لما تعلمنا بالجمعية صرت بعمل منه زعتر وبيع السوق وبيع للي بده. كنت ما أعرف شحيل، صرت أنا بشحيل. تعلمنا التطعيم، تشحيل، كومبوست، وهودي الكبايات بلمن من الجمعية ومن القهوة، بيعطيني ياهن وبزرع فيهن شوتور. يعني هلأ الشتلي صورت حقك، كانوا بالأول يبيعونا يا بدولار، هلأ أنا ما بقى فيني اشتريه، صرت بعملوا عائدة من خلال هالتدريبات. أنا صرت مرأة منتجة وصرت عم بقدر جيب مدخول تاني وأقدر أصرف عائلتي غير الأول. إنه نحن كنا على أساس ما حنستفيد من الدورات هاي، لا طلعنا لا استفدنا كتير، واستفدنا 1000000000% مو 1%. كل شيء علمونا إياه استفدنا منه. نحن من هاي الأراض عايشين 16 شخص، أنا وإختها وإخواتي 2.